قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة. كما تم بحث العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، طبعا ده لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق كما أشرنا، ومتمنيا له إقامة طيبة بالقاهرة، ومؤكدا تقديره البالغ للعلاقات التاريخية بين مصر وموزمبيق التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وجه أيضا الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الموزمبيقي العزاء إلى حكومة وشعب موزمبيق في ضحايا الأعاصير التي ضربتها مؤخرا، ومؤكدا دعم مصر الكامل لإعادة إعمار الأماكن المتضررة.